الحلقة الأخيرة من تحدي 25,000 ريال. كل واحد من الشباب يا جماعة يقدر يفوز. المركز الأول اليوم حياخذ 10 نقاط. تقلمته جابر. 1 2 3 خلاص كمل. يلا 1 2 صح. يو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم في الحلقة الأخيرة. جيت تقولوها كذا بهدوء. ما تبغى الحلقة الأخيرة. طبعا يا جماعة رحب فيكم في الحلقة الأخيرة من تحدي 25,000 ريال موسم الثالث. طبعا للأسف حنودع كل من الشباب الخمسة يوم الحلقة الأخيرة وحتكون أقوى حلقة. طيب يا شباب تحدي اليوم حيكون أقوى تحدي سويناه، أقوى من اللي سويناه في الموسم الأول والموسم الثاني. تحدي مرة قوي. شباب أبغى أقول لكم شيء، أول مرة في الموسم الثالث كل المتسابقين يقدروا يفوزوا. كلكم أحييكم، أنا أحييكم. كل واحد من الشباب يا جماعة يقدر يفوز، حتى اللي في المركز الأخير هو حسام يقدر يفوز، ولكن كل واحد مهمته أصعب من الثاني. عندك 2 بس يقدر يفوزوا على طول لو جو في المركز الأول، اللي هو محمد ولؤي. لو جو في المركز الأول خلاص على طول يفوزوا، ولكن بالنسبة لحسام إذا يبغى يفوز لازم يجي في المركز الأول، ولازم محمد ما يجي الثاني ولا الثالث، لازم إما يجي الرابع والخامس عشان يقدر يفوز. وبالنسبة لرسلان نفس الشيء، ولكن أفضل من حسام بدرجة. لو يبغى يفوز لازم يجي في المركز الأول، ومحمد أقل شيء يجي في المركز الثالث، المهم ما يجي في المركز الثاني عشان يقدر يفوز. هذا الجدول طالع قدامكم، انتم شوفوا، ثبتوا الشاشه واعملوا كذا حسابات. المركز الاول اليوم حياخذ 10 نقاط زي الموسم اللي فات، والمركز الثاني 5 نقاط، والمركز الثالث نقطه، الرابع ما حنعطيه شيء وما حنشيله شيء، ولكن المركز الاخير حنشيله نقطه بس. قبل ما افهمكم كيف حيكون التحدي حقنا اليوم، طبعا المقطع هذا حيكون جزئين، هذا جزء والجزء الثاني على طول بتلاقوه نزل في نفس الوقت نفس اليوم، حتلاقوه او الرابط في الديسكربشن او استنوا نهايه المقطع ياخذكم للجزء الثاني او للنهائي اليوم. طيب يا شباب جاهزين؟ جاهزين. طيب الحين بفهمكم التحدي بالضبط. اول ما تبدا حتاخذ سكوتر، تاخذ هذا السكوتر ولازم تمر من الحواجز هذه كلها، لازم لا تلمس حواجز او المثلث ذا البرتقالي، لازم لا تلمس ولا برجولك ولا حتى بالزلاجات، اذا تلمسه ترجع من الاول وتعيد. والمرحله الثانيه هو البيت الصغير، لازم تمر من هذا البيت، طبعا زي النفق الصغير على اساس لازم تمر من هذا البيت من دون ما تطيحه، لازم ما تطيح، اذا طيحه مشكلتك، لازم تبنيه مره ثانيه وتمر من تحته من دون ما تطيح شيء. بعدها عندك الكوره الصفراء هذه، الكوره الصفراء هذه لازم تسجلها في المرمى، لو ضيعتها تقعد تعيد لين تجيبها في المرمى. بعد عندك هذا الشيء، المهم هذا لازم تمر تقريبا متر ونص او متر وربع، لازم تمره كذا وانت على رجولك. بعدين تروح في سؤال حيكون في الجدار، لازم تجاوب على العمليه الحسابيه الرياضيات. اتوقع كلكم كويسين في الرياضيات. لو اي راح يخسر، راح يطيح البيت وما يجيب الكوره وما يجاوب على السؤال وما يعمل ولا شيء. بعد ما تكمل تكتبوا الجواب في السبوره، حنلعب لعبه اللودو ولكن على السريع. لازم تمر من كل هذه المربعات، لو جبت 3 فانت كذا عندك زائد 3 حتخلص على طول، لو جبت 5 كذا حترجع من الاول لانه ايش حترجعك 5 خطوات ورا، لو جو في المربع الفاضي وجابوا 6 يمروا على طول، لازم تخلصوها في اسرع وقت، ولازم يشيلوا معاهم حقه اللودو وبعدين يرموها في المربع هذا نفس العدد المكتوب، لازم تسوي عليها ضغط، لو جبت 2 فكذا لازم تسوي مرتين ضغط. بعدها عندك البلالين، كل واحد هتلاقي عنده 5 بلالين، بالونه واحده بس فيها حبر، طبعا اذا فقعت البالونه اللي فيها الحبر تمر على طول، لو فقعت بالونه ما فيها حبر تقعد تكمل الى ما تفقع البالونه اللي يكون فيها الحبر. طبعا لازم ما يستعمل يد، يحط يده ورا فمه كذا يشيلها يحطها في الطاولة ويفقعها. والمرحلة اللي بعدها حتلاقي الهرم، عندك هرمين، في هرم كامل وهرم مو كامل، لازم تقعد تسوي هرم اللي هي 4 3 2 1 يكون عندك هرم. المهم لما تخلص الهرم تقدر تمر، لو جبت الهرم الغلط لازم تكمل ايش لين تجيب الهرم الصح اللي هو يكون كامل، لانه في هرم حيكون مو كامل. المرحلة الأخيرة هي علبة الكوكاكولا، لازم تشربها كلها. آخر شيء تنط على الدائرة اللي قدامك وكذا نكون خلصنا التحدي. طبعا التحدي زي الموسم الأول والثاني يعتمد مين أسرع واحد، مين أسرع واحد يخلص كل هذه الجولة. طيب يا شباب جاء وقت القرعة عشان نعرف مين الأول والثاني والثالث والرابع والأخير. جاهزين يا شباب؟ والواحد حيكون عدي. الثاني حيكون محمد الثاني. أنا الأخير، أنا بتوقع اللي أنا أكون أخير. ثالث لؤي. وقبل الأخير حيكون رسلان، والأخير إيش قلت لك؟ إيش قلت لك؟ أنا الأخير، أنا اللي أفوز. خلاص عرفنا كل شيء. شباب نبدأ؟ جاهزين؟ على بركة الله. على بركة الله. قبل ما نبدأ لا تنسوا ادعموا هذا المقطع باللايك، اشتركوا في القناة، فعلوا زر التنبيهات، وأخر شيء أهم شيء أهم شيء أهم شيء يا جماعة في جزئين، أول ما يخلص هذا المقطع على طول تلاقوا الجزء الثاني، يلا خلينا نبدأ. طيب اول واحد حيكون عدي، انت عدي السنه هذه تقدر تفوز. طيب نيت ابغى افوز. جاهز عدي؟ جاهز. يلا انا جاهز. 3 2 1 بدا وقتك. يلا اقل لمسه ترجع. ترى حلو حلو
عندك الكورة جابها مر صح 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 ارجع 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 ايوه لا ايوه ارجع 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 يلا هدي هدي لا تستعجل هذه ترى يبيها هاي برود ابدا من ورا الخط من ورا الخط ايوه لا تستعجل اثبت ايوه خلاص يلا مر 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 13 لتلعب 10 صح يلا يلا خذها معاك خذها معاك خذها معاك ثلاثة واحد اثنين ثلاثة خلاص كمل كمل خذ خذ يلا ها وضغط الحين ضغط واحد بس يلا ها محظوظ انت الحين واحد بس يكفي دور على البالون ايوه شيلها بيدك شيلها بيدك شيلها حطها بيدك ايوه ما فيها ما فيها كمل 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 يلا عدي يلا ما فيها يلا يلا تقدر قربت يلا قربت ايوه يلا يلا عادي 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 ترى الشباب بيتاخروا بعد يلا عدي صح صح كمل يلا ها كمل الحين سوي برج البرج الصح 4 3 2 1 4 3 2 1 ايوه يلا سكر اوكي ترى انا قلت البرج الصح لازم تدور على البرج الصح اذا واحده غلط لازم تشوف انا قلت واحده فيها صح واحده غلط سوي برج اي جرب بالاحمر دور دور ما تعرف ترى لازم تدور دور بسرعه 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 خلاص ثبتها لازم تثبتها عشان تمر خلاص امشي امشي مر خلاص مو برج واحد هذه كلها متحوس فيها يلا خلصها كلها خلصها كلها ترى اذا بقيت فيها بنزود 10 ثواني من وقتي يلا عدي يلا عدي انت دائما انت خسرت في تحدي الكون الاخير خلاص انتبه انتبه صح خلاص ثبت ثبتنا وقتي عدي خلص طيب المتسابق الثاني محمد عدي كان بطيء في بعض الاشياء وسريع في بعض الاشياء لازم تكون سريع عشان تفوز يا محمد اوكي جاهز محمد جاهز اول ما تسمع الصفيرة تبدا على طول اوكي يلا 3 2 1 يلا بدا لا تلمس اللي شو اسمه انتبه لا تلمس ايوه راح تمام تمام كمل محمد اعطيه اعطيه ارجع ارجع بس انت بركز بعض الاشياء لازم تركز هات هات يلا ركز 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 صح كمش امشي يلا ايوه ايوه كمل يلا كمل كمل الا ثلاثة هذه الا ثلاثة ايوه صح يلا امشي 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 خذها معاك خذها معاك خذها معاي خذها معاك دين أربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة خذها معاك خلاص يمشي خذها معاك وامشي خذها معاك وامشي ارميه عشان تسوي ضغط اثنين يلا مرتين واحد اثنين امشي يلا البالونة انتبه البالونة اللي لا ما فيها اللي فيها الحبر يلا اللي فيها الحبر صح كمل يلا صح 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 امشي صح يلا يلا كمل 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 بسرعة اسف بس آخر شيء ارجع عيد 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 يلا يلا امشي 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 صح 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 خلاص خلصت طيب متسابق الثالث لوي جاهز تفوز ان شاء الله اليوم ان شاء الله لازم تكون مره سريع اذا تبغى تفوز لازم تكون اسرع يلا جاهز اول ما تسمع الصفيره تبدا على طول يلا 3 2 1 جو بدا وقتك لا تلمس لا تلمس لا تلمس تمام حلو يلا انت لا تطيح البيت لا تطيح البيت لا تطيح صح 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 الكوره جيبها في المرمى عيد اعطيه محمد اعطيه اعطيه حلو ركز ركز يا لؤي البرود هو اللي بيفوزك التركيز والبرود يلا قريب قريب يلا يلا ركز حاول تشوتها هدي هدي في الشوت هدي في الشوت ركز يا شيخ بسرعة يلا
ايوه ايوه حرام عليك يا اخي حرام عليك. اخيرا يلا يلا بسرعه هذه الحين هدي شوي حتخلص. واحده واحده وثبت في الطريق واحده واحده وثبت في الطريق. يلا يا لؤي يلا يا لؤي يا اخي توازن اثبت شوي بالطريق. كمل يلا يلا كمل 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 يلا خذها معك خذها معك. ستة خلاص واحد اثنين ثلاث خلاص كمل كمل يلا ضغط الحين واحدة بس يلا واحدة وكمل يلا اللي فيها اللون اللي فيها اللون يلا ابقع اللي يكون فيها اللون. اوكي اوكي ما عليه خليه نسينا شيء يا جماعة عادي. تعال لؤي 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 تعال جاوب على بسرعة بسرعة جاوب بسرعة اركب جاوب على ال ايوه ستة زائد سبعة الا ثلاثة وناقص ثلاثة لا غلط ستة زائد سبعة وبعدين نشيل منها ثلاثة عشرة صح يلا امشي امشي الحين على طول سوي لك هرب دور على شو اسمه دور عليه يلا مرة اشرب الكولا وخلاص اشرب الكولا ونط خلصها كلها يلا لؤي بعدين نط خلاص يا ساتر صح خلاص خلص وقتك كويس 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 لؤي خلص وقتك كل واحد احسن من واحد بشيء يلا معانا المتسابق قبل الاخير هيكون رسلان رسلان انت اول مره حتكون معانا في نهائي ولازم تكون مره سريع عشان تفوز جاهز يا رسلان جاهز. اول ما تسمع الصفيره خلاص تبدا على طول يلا ثلاثة اثنين واحد يلا بدا وقتك لا تلمس انت بلا تلمس انت بلا تلمس انت بلا تلمس خلاص كف ايوه ادخل البيت حلو يلا الكوره كورة جيبها هدف كورة جيبها هدف أعطيها محمد صح يلا هذه الحين خلاص يلا امشي 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 مر مر حل الرياضيات صح صح خلاص خذها معاك اللودو خذها معاك اللودو خذها معاك واحد واحد بس يلا ها أعطيها محمد واحد خذ بالواحد تتحرك خمسة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس ضغط الحين ضغط خمسة ضغط اثنين ثلاثة أربعة خمسة البالونة اللي فيها الحبر حطها وقعها الحين صح خلاص امشي 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 يلا رسلان يلا يلا كيف في كاس دور عليه صح 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 يلا باقي لك الكولا الكولا الحين الكولا اشرب الكولا يلا رسلان يلا نط نط الحين صح خلاص خلص وقتك اخر واحد ونخلص التحدي كله حسام نعم. الموسم الاول انت فزت جيت المركز الاول الموسم الثاني جيت المركز الثاني انت عندك في الجوالات الموسم الثالث باركور جيت الاول الثالثه ثابته يلا حسام اول ما تسمع الصفاره تبدا على طول يلا جاهز جاهز ثلاثة اثنين واحد يلا بدا وقتك لا تلمس اذا لمس بترجع لو لمس حترجع صح خلاص يلا ادخل اوكي الكوره الحين جيبها هدف صح الحين هذه صح يلا مر حل حل الاسئله صح يلا ها خذها معاك خذها معاك خمسة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ارجع عيد يلا خلاص يلا ضغط خمسة ضغط اوكي هو طبعا عشان مصاب في يده فبيسوي كذا يا شباب فاخر واحد في الحبر علي من ماء يلا ها مر الكولا خلص انتبه صح خلاص خلاص خلص حسام اخيرا طيب يا شباب خلصنا والله اعلم مين اللي فاز مين الاول والثاني والثالث مدري كل واحد كيف سوى كيف كان التحدي والله صعب صعب صعب, صعب, صعب. مين كان اسهل الموسم الاول والثاني اصعب موسم في تحديات الكل كذا خلصنا التحدي اليوم حنقابلكم في الجزء الثاني حنسوي احتفال بسيط كذا ونشوف مين الفايز طيب يا شباب يلا نشوفكم في الاحتفال ان شاء الله هذا كان التحدي ان شاء الله عجبكم